أول ملفات حصاد الثلاثاء سيكون عن سوريا. يبحث مجلس الأمن في هذه الأثناء مشروع بيان يدعو سوريا لوقف ما وصفه بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقد أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أنهما تدرسان إمكانية فرض عقوبات على سوريا لدفعها إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد المتظاهرين وإلى احترام حقوق الإنسان الأساسية. وفي روما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني إنه لا تدخل في سوريا بدون قرار من مجلس الأمن الدولي. وناشد الجانبان سوريا وقف استخدام العنف ضد المظاهرات السلمية. وقد جدد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إدانة بلاده لما سماها أعمال العنف والقتل في سوريا. وقال إنه إذا قررت سوريا الاستمرار في نهج العنف والقمع ضد المتظاهرين فإن بلاده ستعمل مع شركائها الأوروبيين ودول أخرى لاتخاذ إجراءات ضد سوريا من بينها فرض عقوبات اقتصادية يكون لها تأثير على النظام السوري. فيما يتعلق بالشأن السوري في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هو أمر في مراحله الأولى. سيكون من الصعب اتخاذ قرار في مجلس الأمن لأن ليس كل الدول الأعضاء ترى المسألة من نفس المنظور، وأنا لا أريد أن أرفع من سقف التوقعات بشأن اتخاذ قرار في مجلس الأمن. نحن نعمل مع نظرائنا الأوروبيين والأمريكيين بشأن سبل التعامل مع المسألة في مجلس الأمن، وقد باشرنا بما يمكننا القيام به على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن أنني لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيل في هذه المرحلة. أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فقد قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القرقيزي عقب مباحثاتهما في أنقرة قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال أردوغان إنه أبلغ الأسد قلق وانزعاج تركيا من التطورات التي تشهدها سوريا، وأضاف أنه سيرسل وفدا إلى دمشق يوم الخميس المقبل لإجراء محادثات بشأن الأوضاع هناك. الأحداث التي تشهدها سوريا حاليا تزعجنا جدا. وفدنا الذي سيذهب إلى سوريا سيبلغهم بذلك أيضا. نتمنى ونتطلع إلى أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة في أقرب وقت. فنحن لا نريد أي ممارسات غير ديمقراطية، ولا نريد أبدا أو نتوقع نظاما ديكتاتوريا شموليا قمعيا هناك. نتمنى أن لا تعطى الفرصة لذلك وأن تتواصل مسيرة التحولات الديمقراطية بشكل سريع. وفدنا سيجري مباحثات مع السوريين ويعرض عليهم ما يمكننا تقديمه من أجل سوريا. وفي تركيا طالب معارضون سوريون خلال اجتماع في اسطنبول بمساعدة دولية لإقناع الرئيس بشار الأسد بوقف أعمال العنف التي تواجه بها قوات الجيش الاحتجاجات الشعبية في سوريا. وقد أسفرت أعمال العنف التي تشهدها البلاد وبحسب منظمات حقوقية عن سقوط مئات الضحايا على يد قوات الأمن السورية منذ انطلاق الاحتجاجات قبل 6 أسابيع، وأزدادت حدتها خلال الأيام الماضية بعد دخول قوات الجيش إلى مدينة درعا جنوب البلاد. كلما اشتد العنف ارتفعت وتيرة الاحتجاجات، ولا مجال اليوم للعودة إلى الوراء وإلى زمن الخوف والاضطهاد. السوريون يريدون الحرية، إنهم يريدون الديمقراطية، إنهم يريدون المساواة. وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر في مدينة بانياس أن قوات أمن سورية تمركزت على مرتفعات تحيط بالمدينة التي شهدت مظاهرات. كما نقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن السورية تنتشر في مدينة دوما إحدى ضواحي دمشق، وأن شاحنات مزودة بمدافع رشاشة تجوب شوارع المدينة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الجيش السوري أرسل تعزيزات جديدة إلى درعا ونشر دبابات داخل المدينة. وأكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن إطلاق النار مستمر على السكان في درعا، وأن مسجد أبو بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة، وأن قناصة يتمركزون فوق مسجد بلال الحبشي، وأن الجيش أقام حواجز عند مداخل المدينة ومنع الناس من الدخول إليها. عند نهاية منحدرات هضبة الجولان السورية المحتلة يبدأ حوران، السهل الوسيع الخصيب الذي تقع فيه مدينة درعا. وعلى أرضها، أي على أرض درعا طبعا، تتحرك المدرعات ما زالت بهديرها بعد أزيز رشاشاتها الثقيلة. هذا الجيش السوري بدل مرة
جولان عم بيحارب شعبه. ممنوع تقول هون كلمة حرية، ممنوع تتنفس فيها. هنا يقول الناس: نحن لم نكن نفعل حين قدوم المدرعات سوى الوقوف قرب عتبة الحرية. بعضهم تجرأ على التفاؤل حين رأى جندا إلى جوار دبابة وقد أنزلوا أسلحتهم الخفيفة، في إشارة وفق ما قالت وكالة رويترز إلى أنهم لن يطلقوا النار. لكن القصة الإخبارية ظلت مع ذلك ناقصة، بل غائبة في معظم عناوينها وتفاصيلها، بفعل إغلاق أبواب البلاد أمام وسائل الإعلام وعجز أي كان عن أن يأتي من درعا بخبر يقين. انقطاع الكهرباء والاتصالات، حتى المياه، درعا تحت الهزال والقصف. لقد قال من يوصفون بشهود عيان في تقارير بثتها وكالات الأنباء إن إمدادات الكهرباء والماء والاتصالات قطعت عن المدينة، وإن دوي مدافع وإطلاق نار ظل يبدد سكونها من حين إلى آخر، وإن الناس لا يستطيعون الخروج حتى لدفن قتلاهم الذين قالت رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية إن عددهم يقدر بنحو 50، بينما يقدر عدد من ألقي القبض عليهم بالمئات. على النقيض من شهادات الشهود، قالت المصادر العسكرية الرسمية إن وحدات الجيش التي دخلت درعا لتعيد إليها الأمن والهدوء قد لاحقت ما وصفتها بمجموعات مسلحة وألقت القبض على عدد من أفرادها، كما صدرت منهم أسلحة وذخائر، في حين تكبدت هي نتيجة هذه المواجهة خسائر بشرية قوامها 15 جنديا على الأقل. وليس الذي حدث ويحدث في درعا وراء جدران التعتيم الإعلامي إلا نموذجا أكبر لما تشهده مناطق أخرى كمدينة دوما وضاحية المعظمية المجاورتين للعاصمة دمشق، واللتين قيل إن القوات الحكومية اقتحمتهما وشنت فيهما حملات اعتقال واسعة، قبل أن يأتي آخر الأنباء ليتحدث أيضا عن تمركز قوات أمنية على التلال المحيطة بمدينة بانياس الساحلي. بيد أن المعارك المسلحة في درعا ودوما وبانياس والمعظمية بين الجيش ومن تقول السلطة إنهم مندسون سلفيون لم تحجب بعد صور هذه المناطق ذاتها بوصفها كانت خلال الأسابيع الستة الماضية بؤر مظاهرات شعبية عارمة تنادي بإسقاط النظام.